كل شهر أربعة كاينه فيها كذبه، وعلى ذكر ذلك البارح كنت مع ابن كيران واتصل بيا وجلست معاه وقال لي ودي راه كاين واحد القانون، يعني ديال قانون ديال التعليم، اطار التعليم. قال لنا غيكون ان شاء الله واحد يعني مجريه التعليم، وغتكون زياده الاجور فيه، وغيتهلاو في رجال التربيه والتعليم، وغتكون مجانيه التعليم، يعني راه الامور مزيانه غتكون في البلاد، وغيكون المعاهد في الصحراء، وغيكونوا المدارس، والكليه الطب ان شاء الله غتكون في قليميم، وكليه الاقتصاد كذلك. هادشي كلشي غيدار ان شاء الله، هادشي اللي قال لي السي بن كيران. لا ما عرفش كذبه ابريل واش كاين ولا ما كايناش. ما واش كتبتي على شي واحد شي كذبه؟ كذبت على واحد البنت، قلت لها انا غنمشي للصحراء بسلامة تهلاي في راسك، صافي تيقاتني. العثماني حتى هو باقي لي يلاه خليته في القهوة، قال لي راه ان شاء الله راه القانون الوظيفة العمومي غيتصادق عليه، والأساتذة المتعاقدين غيدمجوهم وغيرسموهم، كل شيء يعني الأمور مزيانة، غيكون التحفيز ديال الاستثمار، البلاد السكك الحديدية غتوصل من هنا حتى للكويرة، يعني الامور مزيانه في هذا الشهر ان شاء الله. الله يبارك فيكم. هي هذيك ولكن الكذبه دامت، جات سعود جا المدير واش كاين شي لعبه ولا هذه، لا شكون قالها لكم اخونا في الله؟ ويلي يا صاحبي كذبتي، ما ماشي مشكل كذبه ابريل، كل شيء يدوز دابا بزاف بحال هكا، ولكن في اطار انا ما تنقول لك ماشي ما تنكذبش، غير في اطار في اطار ديال هاد ابريل هذا باش نخلقوا النشاط شويه، وهذيك كذبه بيضاء كوا صافي، ولكن اون جينيرال ما تنكذبش. الله يبارك فيك. بحال دابا الكذبه الشهيره اللي كاينه عند البنات، تتقول لك مثلا شي بنت يلاه خرجي معايا ندورو ولا نمشيو نتقداو الحوايج، شكون يقولوا لهم البنات؟ لا انا اختي ما مسالياش خارجه مع الدار ولا خارجه مع صاحبي، وهي شنو كتكون في الدار مقابله غير مكياج الواتساب التلفازه اللباس، هادشي اللي بقى بلا صافي، هادي الكذبه اللي معروفه عند البنات صافي. بيان سير اليوم مفاتيح ابريل ضروري كاينه، وبهاد المناسبه مع الصباح انا كذبت على يا ربي تسمح لي على بعض الموظفين اللي معايا، قلت لهم راه الشاف ديالنا والباترون غادي يزيد هاد الشهر، غادي يعطينا شهر فابور، وكل شيء قال ويلي شهر فابور ما الفالوش، وكل شيء زعما كلشي تيق معنا مني كذبه ابريل، فما مشيتي كاين اي بلاصه مشيتي ليها راه كاين هاد كذبه ابريل. المهم دابا انا فهمتيني كنت شاد الانستغرام وكان الدري اشرف حدايا وقال لي اجي نديرو البلان ديال كذبه ابريل، صافي دويت انا وياه وفهمتيني انا عندي الكونت انستغرام شويه طالع شويه في ليفي طالعين وداك الشيء، دويت انا وياه ودرت راسي بحال انا مريض فهمتيني بحال في المرض الخايب، بارطاجيتها في ستوري ديالي في انستغرام وبارطاجيت صويره في بروفيل انستغرام نيت، وقلت لهم باللي في المرض الخايب، بارطاجيت صور مع تسعود ديال الليل. دابا كيفاش بدا كان بايش معايا البارح مريحين اش غنديروا اش غنديروا، اليوم كذبت ابريل. اصلا كيفاش بدات القضيه؟ واحد خيتي بغات دير لي كذبت ابريل ويقول لي قال لي نديروا شي بلان، قلت له نديروا شي بلان، صافي بقينا مريحين بحال هكا تنقول اش غنديروا اش غنديروا. انا قال لي نقول لهم انا راه مريض، بينا راه هو راه مريض، صافي انا تندير ستوريات تنقول لهم الخوت راه كان غادي معايا هشام وطاح ليا في الزنقه ودينا هزاتو لومبيلونس والسبيطار خرجوه، باش نقول لهم فهمتي تنقول لهم هادشي في ستوريات، وبنتي تقول لي شوف كي دير، قلت لهم انا راه بوحدي ما عندي كي ندير نهزو ما عندي كي ندي لا سبيطار لا والو فهمتي البلان، صافي بقينا هكاك بنا نمشي صوني بنا نمشي دارهم، دابا بقينا حنا بغينا دارهم يصونيو علينا ساعه ما صوناوش كاع ما شافوش كاع ستوريات ولا ما شي حاجه. سميتو بوستينا في بروفيل انستغرام تصوره بلي انا مريض بمرض خايب، انفو وصلت ديك 12 قد وصلت 1 افريل 1 ابريل، قلنا لهم في انستغرام باللي راه كذبت ابريل وبلاناش بنادم راك عارف ناط الحيحه ديال بصح كلشي كان مخلوع. ما حياتنا كامله حنا تنكذبوا بلا ابريل بلا مارس بكلشي، وهي كاينه كذبت ابريل بحال دابا ديك الرانج روفر اللي غادا تما راه ديالي، ولكن ما سالش فيها الله فهمتي، واش عامل حاجه بحال دابا تيقول لك الدوله ديالنا تتعطي كلشي كلشي عايش بخير، كما كتشوفنا هنا راه لاباس عليا راه بخير ياك وكلشي هو هذا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.